کر کے خدا سے میرے کو بات کی تو پٹی بنا کے دے تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة إذن بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا حسين عليه السلام تحت الكساء وقال السلام عليك يا جدنا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي وبزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يولمني ما يولمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء
فقال عز وجل هم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب اتاذن لي ان اهبط الى الارض لاكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبط الامير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت السماء مبنيا ولا ارضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان ادخل معكم فهل تاذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا امين وحي الله انه نعم قد اذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لابي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الى يتفرقوا فقال علي اذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب القابة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم الا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله همه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته فقال علي اذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ صلوات یہ سارے ابا مل کے مرحومین واسطے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بار الہ اون عباس دا اے اہتمام اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرما میرا اللہ اس دعا دا ثواب مجلس اعزا دا ثواب انہ صورتاں دا ثواب بحق چہار دا معصومین علیہ السلام بالعموم جمیع مرحومین مومنین و مومنات بالخصوص حاضرین اور بالاخص اون عباس دے جملہ مرحومین بزرگان دے ارواح کو پہنچا میرا اللہ اینا مرحومین دی مغفرت فرما درجات بلند فرما اعلی علی جین جگہ عطا فرما محمد و آل محمد علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما میرا اللہ امام زمان علیہ السلام دے ظہوری تعجیل فرما میرا اللہ سکو اپنے امام دی صحیح معنی معرفت عطا فرما
مرا اللہ مومنین دنیا دے جس کونے خطے چ آباد انہاں دی عزت جان مال ناموس دی حفاظت فرما، مرا اللہ جمیع اہل ایمان دے بالخصوص حاضرین بالاخص بانیان دے جملہ حوائج شری پورے فرما، ہر قسم دے دکھ درد مصیبتاں بیماریاں تکلیفاں پریشانیاں دور فرما، عرضی سماوی آفات بلیات محفوظ فرما، عرضی سماوی فیوز و برکات فیض یا فرما، مرا اللہ اسلام دا بول بالا فرما، کوفر دا منہ کالا فرما، مرا اللہ سکو اپنے دین کو سمجھ کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، سکو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما، سارے حال تے رحم فرما، سارے دعائیں کو مستجاب فرما، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ بارے لا جتنے مومنین مومنات نے اس امام بارگاہ دی تعمیر دے وچ اس مجلس آزادی ابتدا اور اس دے ہن وی انعقاد دے وچ دامے درمے سخنے قدمے جتنی بھی مدد کیتی ہے میرا اللہ، انہاں سب احباب دے مرحومین دی مغفرت فرما اور انہاں احباب دے توفیقات خیر وچ اضافہ فرما، میرا اللہ سکو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما، سارے حال تے رحم فرما، ساری دعائیں کو مستجاب فرما، اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے با آواز بلند صلوات نہ بس ٹھیک ہے کافی بیٹھے بس حاضری ہو گئی ساری جی سائیں جی بس ٹھیک جو ودن بس چھوڑ ٹھیک ہے حاضری